وهذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى الجهاد بغير إذن ولي الأمر؟ لا، هل قلنا أن الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو اللي ينظم الجهاد ويأمر به ويتولاه أو يوكل غيره من القادة، ما هي بالأمور فوضى. والجهاد الفوضى يحصل فيها أضرار أكثر من المصالح، لأن الكفار يتسلطون على المسلمين، إذا صار فوضى تسلط الكفار على المسلمين وأبادوهم عن آخرهم. أما إذا نظم الجهاد بولاية صالحة مسلمة وصار بالمسلمين قوة، صار للجهاد رهبة وله خوف عند الكفار، أما الأفراد وهذا يسلط الكفار على المسلمين، ويحصل ما يحصل مما تسمعون عنه الآن من الفوضى والقتل والقتيل وتخريب الديار وسلب الأموال وغير ذلك. وش استفدنا من هذا؟ استفدنا إلا الأضرار. نعم.